ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي بصبح، فما الإصباح منك بأمثلي، قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي، بسقط بسقط اللواء بين الدخول فحوملي، فتوضح فالمقرات لم يعبر اسمها مما نسجتها من جنوب وشمال امرؤ القيس. هذا المعلقة الأولى من السبع، من سبع المعلقات هذه الأولى. إذا كان شعراء المجر مثلا إلي أبو مضي، قال السماء كئيبة وتجهما، قلت التأثير يكفي التجهم في السماء، قال الصبا ولع، فقلت له ابتسم لن يرجع الأسف الصبا المتصرما. Je suis né en 1948. Voilà. Je commence par ça. Je suis un homme qui j'étais un compagnard badawi. Né en 1948. Bon. En 1959, j'étais à l'école. Hein? Il y a des gens, الناس شخصيات الدولة قراو معايا من التحضيري. بلا ما نسميهم بلا ما نحرجهم. كاين شخصية بارزة في العالم كاع، سي عبد السلام حيزون، عرفو ديال اتصالات المغرب، قرانا من التحضيري، قرينا من التحضيري. ويلي أمنتي الله يطول عمرها، عندها 42 سنة ذاك، كبيرة، وسنتين سنتين سنتين، يقول لك ولد عمي شوف أنا ماني طالب منهم شي، جابتهم المناسبة وذكرتهم. ما خلينا نتحرجهم كاع اصلا، لا احراج، ولكن عندي منتين كبيره تبارك الله طول عمرها ويخليها لوليداتها، وولدي مولي ومناتي اثلاثه. استاذ اللغه الفرنسيه وعاقب ذاك مرقت من التعليم، وذاك عيالي كاع ما كانت تعرف، عيالي اللي ولدت معها ما كانت تعرف شي حاجه. انا كذاك الشيء كان الاسرى اللي كتبقى عندي. انا دخلت الجيش 69، دخلت الجيش 69، دخلت الجيش الحاجب ديك الساعه. ايوا دخلت الجيش، عجبني الجيش، الناس اللي كانوا معايا في التعليم كاع مرقوا، انا خرجوا مشاو، رجعوا، اعتقد انهم رجعوا للاماكن ديالهم. علاش من الجيش؟ قعدت في الجيش 44 سنة في هذه البلاد السعيدة، 44 سنة. أنا زيت في الخميسة تيفرت ياك، وكبرت شوية مكناس، وقريت مكناس، وأنا جاي إلى وصلت ديك الساعة كنا كان النيفو باك سيزياماني، وهي هذيك جينا، المهم جبت بحال هادي، دخلت الجيش كما قلنا. جينا أول ما غندخل الصحراء دخلت في الطنطان 76، أخا 76 الطنطان هاك. وأنا ذاك كنت كندير سائق شاحنة في الجيش الملكي، أنا هما كنشوف الحاوجي، كنت سائق شاحنة، شاحنة كبيرة. على كل حال جاء المسيرة، وعاقب المسيرة دخلنا للعيون، أنا نزلت فيها لدرك يلا. وتعرست هون واحد المرأة اللي يطول عمرها، ولدت معها أربعة. شوف ما كاين شي واحد يسمح في واحد، كل واحد عنده ظروفه، أولادي ولا مناتي يطول عمرهم كاملين، وتبارك الله كلهم بوتاتهم هون 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 زين عندك عند وخارقين هون. أنا ما نكلف شي واحد ولا نعاتبه، هذا عنده ظروفه، عندهم ظروفهم. أنا الله مذالي عنهم، مذالي عنهم ساكن يطول عمارهم ويخليهم لوليداتهم. ملي أنا ما نقول الكلام اللي يجرح. قبل ما تخرجوا ما تنسوش ابونا في لاشين يوتيوب، وبارتاجيو الفيديو مع صحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم، وما تبخلوش علينا بتعليقاتكم وملاحظاتكم.